فك الكلاب شاب ونطلع بره. ايه يا ايمن بيه؟ يعني كلبشات والزياره انتهت. هو في ايه بالظبط؟ في اللي كان المفروض يحصل من الاول يا سليم. انت مش متهم في قضيه سهله، المعامله الحنينه ما كانتش تنفع من الاول. وانت عارف كويس ان الوزاره شد علينا اليومين دول. عايزين الدنيا ترجع ممسوكه صح زي زمان. وانا مش على استعداد ان اي حد من التفتيش يعدي يلاقي ان متهم عندي بيتعامل معامله مميزه عن باقي المتهمين. وبناء عليه هيتم نقلك للحجز مع باقي المتهمين. انا مش على استعداد ان انا اضر شغلي عشان خاطر اي حد ايا كان مين هو. عاش، احييك والله يا ايمن بيه. قوم يا زكريا. خير يا أمي. أنا الأول تنفذ وصية أبوك. من النهارده بقيت كبير العطارين. ابوك الله يرحمه كان بيحضر اللحظه دي من يوم انت ما اتولدت. عارف يا زكريا، كتير كنت مظبوطه قاعد بيتكلم معاك وانت طفل صغير مش فاهم اي حاجه، بس الغريبه انك كنت بتبقى قاعد ساكت ولا بتتشاقى ولا بتلعب، وباصص لوانك مفتحه على الاخر كأنك فاهم بيقولك ايه، وبتسمعه وبتحفظ كل كلمة بيقولها لك. كان دايما يقول لي أنا خايف على زكريا من الهم اللي هسيبهوله، بس أنا كنت بطمنه بقول له ما تقلقش، زين خلف راجل. ودلوقتي جه اليوم اللي تثبت له فيه إن كلامي كان صح. كان عنده حق، الحمل شديد قوي عليا يا أمي. وأنت قدها. أنا متأكدة إنك هتكبر اسم العطارين أكتر ما هو كبير، وهتقدر تلم العيلة حواليك وتملى لي البيت ده عيال وأحفاد. هنا في الأوضة دي كل الأوراق والمستندات اللي ليها علاقة بشغل أبوك وبالميراث وبكل كبيرة وصغيرة تخص عيلة العطارين. أبوك كان بيحب يكتب كل حاجة. إن شاء الله لما ترجع بالسلامة عايزك تقرأ كل ورقة هنا وتفهم كل حرف فيها، تعرف اللي لينا واللي علينا. من الأوضة دي هتبقى كبير العطارين زي أبوك بالظبط. مفيش حد زي أبويا يا أمي. ادعي لي. ربنا يحفظك ليا، ربنا يحفظك ليا. مالك يا حبيبي؟ زمان وانا صغير لما كنت أعمل مصايب وأقع في مشاكل. كنت عارف إن أنا لما أجري على حضن أبويا هيحلها لي. دلوقتي مفيش أبويا، مفيش غير أنا، وأنا اللي لازم أحل المشاكل لكل الناس، مفيش حد تاني. هتتحل إن شاء الله. لازم تتحل. عيلة زين العطار لازم ترجع كلها إيد واحدة، وملمومة كلها تحت سقف بيت واحد، ما يحتاجوش لحد وما يعوزوش حاجة من حد، وتبقى حياتهم في أمان. الشغل لازم يرجع أحسن من الأول. اسم عيلة العطارين لازم يفضل فوق. دي الأمانة اللي أبويا أمنها وحطها في رقبتي لما قال لي أنت الكبير، لأن ده الكبير. أنت قدها، أنا عارفاك أكتر من نفسك. في يا بقى إيه مالك؟ ما تنشف كده. أكيد يعني سميح مش هيسيبني طول الوقت بره. أكيد هرجع، يعني هروح فين؟ أنا رحت طلبت منه يخليك، بس هو قال إن أنت مش هتيجي هنا تاني. اللقى نصيب يا بهاء، صدقني اللقى نصيب، ومحدش عارف بكرة فيه إيه. وأكيد إن شاء الله هنتقابل، وحتى لو ما تقابلناش تاني أنا عارف إن أنتوا هتفضلوا فاكريني بالخير، صح ولا إيه؟ صح. عايزك تفهم كده، تبقى راجل من رجاله زين العطار. الدار دي داركم يا ولاد زين العطار، خلي بالكم منها. لو جيت للحق يا حسن، الدار دي بتاعتك انت وما ينفعش تخرج منها. لا يا امير، الدار بتاعتنا كلنا، وانت اولنا. الله يرحمه عم سلامه، عاش عمره كله هنا لحد ما مات. طب يا صاحبي ما تسيبني اخرج معاك. ما ينفعش يا امير، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين بره. نسيب له الدار ولا نسيبها لعمار؟ وبعدين مين اللي هيخلي باله من الولاد؟ ومن عبيده ومن عزيز؟ خلي بالك من الولاد ومن الدار يا امير. ان شاء الله اشوفكم على خير. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ بلاش بصت ان احنا اخر مره هنتقابل دي. يا رب إن شاء الله أشوفكم على خير. ياسمين، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك أنت يا حبيبي. أنا عايزاك ترتاح، ما تتعبش نفسك خالص. أنا بقيت زي الفل لما شفتك حبيبي، كنت هموت من القلق عليكي. لا ما تقلقش، بس أنا عايزاك بقى تبقى كويس وتخرج من هنا بسرعة. إن شاء الله. ياسمين، خلي بالك من نفسك، ما تمشيش تاني من غير حراسة. متقلقش عليا، زكريا زودلي البادي جاردز. ياد أنا آسفة بجد، أنا آسفة إن أنا كنت السبب في كل حاجة، معلش. وبعدين بقى يا ياسمين، هو يعني كنت أنت اللي عملت كده؟ أنا كنت هزعل أوي لو مت من غير ما نتجوز. بعد الشر عليك. ربنا يخليك ليا. الله الحمد لله على السلامة. تيجي أنا فكرتهم ودوك ورا الشمس يا صاحبي، ده احنا كنا هنجيب ميكروباص ولم الرجالة كلها وروح نجيبك في وسط الليل. ما تهدى على نفسك كده يا هراس، مالك فيك إيه؟ الواد كومك تكويمة مش هي يا صاحبي. يا جدع بس ما تقولش كومني، هي كل اللي فيها إنه غفلني بس. وبعدين كنتوا فين قوي يا رجالة؟ خد بس ولع السيجارة ديت وظبط دماغك يا صاحبي، ما أنت عارف يا صاحبي ده جيش بحاله. ولع يا صاحبي وظبط دماغك. بقول لك إيه؟ الغلط اللي اتعمل معايا ده ما اتعملش معايا لوحدي، اتعمل معايا ومعاك ومع الحاره تماما. يعني لو ما خدناش حقنا هنبقى هفقات احنا ومنطقتنا وفي كل المناطق اللي حوالينا. وانت الصح ابو الصح يا صاحبي. معاك يا تيكا. امين يعني؟ امين يا صاحبي، بس بقول لك ايه، مش هتسلم المره ديت زي المره الاولانيه يا صاحبي. انا عندي نحله هندورها عليهم في السريع كده وننفذها وقتي، عشان لما يقولوا انهم حطوا علينا يبقى احنا خدنا حقنا وفي ساعتها وعلى السخان. أنا معاك يا صاحبي. وأنا معاك يا تيكا. اللهم صل على النبي. حضن بقى كده عشان الصحبة الحلوة دي. أقسم بالله أغلى شوية ورد في المحل. ورد؟ ده بمناسبة ايه بقى؟ غير مناسبة. انا وانا جاي قلت لازم اجيب لك حاجة. وانا طول عمري اعرف ان البنات بتموت في الورد والدباديب، بس انا الصراحة ماليش في الدباديب، فقلت اجيب لك شوية ورد. شوية ورد؟ هو انا زي البنات برضو يا يحيى، انا ما بحبش ورد خالص. وبعدين الكارت ده مكتوب عليه هابي فالنتاين، والفالنتاين لسه بدري عليه. طيب بتاع اللي انت بتقول عليه ده مش عيد الحب؟ خلاص يعني الحب ملوش معاد، المفروض الناس تحب بعضها طول الوقت. عموما شكرا، انا من زمان ما حدش جاب لي ورد. اقسم بالله لو حد شافني بالورد ده في الشارع كنت هتزف. تتزف؟ عموما لو كان عجبك انا اجيب لك منه كل يوم عادي. تشربوا ايه؟ ايس تي. تشرب ايه؟ انا عايز شويه شاي 50. طب بص هات لي زيها قشطه. خلاص اوكي ماشي تمام. انت عارف انا طلبت ايه؟ مش مهم، انا بثق فيكي واكيد يعني انت مش هتطلبي حاجه وحشه. طمني بقى عليك، اخبارك واخبار الشغل؟ لا فوقك من الشغل بقى، ما تخلينا نتكلم عليكي شويه. عليا؟ عاوز تعرف ايه؟ كل حاجه، حياتك، صحابك، حد متكلم عليكي، انت راغي على حد. راغي على حد؟ مش فاهمه يعني عايز تعرف ايه؟ كل حاجه. انا ما اعرفش عنك حاجه لسه اصلا. عادي اسالي في اللي انت عايزاه، انا ما عنديش حاجه اخبيها. عشان شويه الورد الحلوين دول تحب نبتدي منين؟ لا من قريب، انا عندي شغلي بالليل، انا جاي اقعد معاك شويه بس قبل ما اروح الشغل، مين عارف هنشوف بعض.